الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإيمان، هذه الأمة، أمة الإسلام، ليست العرب وحدهم، وليست الترك وحدهم، وليست الكرد وحدهم، هذه الأمة هي كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد بعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. الأمريكي المسلم من هذه الأمة، الأوزبكي المسلم من هذه الأمة، الطاجيكي من هذه الأمة، التركماني من هذه الأمة، الأوروبي المسلم من هذه الأمة، البربر من هذه الأمة. هذه الأمة ليست مكونا واحدا، هذه الأمة تربطها العقيدة، يربطها الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فعندما نتكلم عن الأمة فنحن لا نتكلم عن حدود جغرافية أقامها الاستعمار ونحن مضطرون لأن نتعامل معها، لكن ونحن نرنو إلى وحدة هذه الأمة على عقيدة هذه الأمة نتعامل مع هذه الحدود، لكن شكل مؤقت لأنها واقع لا نستطيع أن نتجاوزه الآن. لكن عندما نتمكن من تجاوز هذا الواقع سنعود كما كنا قبل 100 سنة،
أيام السلطان عبد الحميد وأيام آبائه وأجداده وأيام السلطان سليمان القانوني وأيام السلطان سليم وأيام السلطان محمد الفاتح قبل 100 سنة أيها السادة، لم تكن بحاجة لكي تذهب إلى أي دولة إلى فيزا. هذا عز، هذه أمتك، هذه أرضك، أيام الدولة العثمانية هكذا كنا. لم يكن أحد يعيش على الحدود أو يموت على الحدود. لم يكن خط صنعه الاستعمار يفرق بين أخوين. والقاعدة في التعامل بين أبناء هذه الأمة قول الله عز وجل: شعوبا وقبائل لتعارفوا. داخل القومية الإسلامية هناك خصوصيات. الكردي له خصوصيته، والتركي له خصوصيته، والعربي له خصوصيته، والبربري له خصوصيته، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في لغته، في لهجته، في عاداته، في تقاليده التي لا تخالف الشريعة الإسلامية. شعوبا وقبائل لتعارفوا. لأجل هذا عندما كنا على هذا الأصل وهذا المبدأ الذي أرساه فينا الإسلام، كان قائدنا لتحرير القدس، وما أدراك ما القدس، صلاح الدين الأيوبي، السلطان يوسف الكردي، كان يقود العرب، كان في مقدمة جيشه لتحرير القدس أبناء الموصل، كان الكرد والعرب والترك والمخلصون في هذه الأمة في جيشه تحت رايته وتحت راية واحدة، ما ضره ذلك أبدا. وعندما خاض أبناء مصر معركة الجهاد في وجه التتار، كان زعيمهم قطز الخوارزمي وليس العربي، محمود ابن ممدود، لم يكن عربيا. والذي بنى مصر في عهد المماليك الظاهر بيبرس كان مملوكيا من جزر إيطاليا، لكنه مسلم ولم يكن مصريا ولم يكن عربيا. أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الذي اغتاله عملاء الصليبيين في مصر كان كرديا. كثير من علماء الإسلام ورجالاته وفقهائه وأدبائه وعلماء العقيدة كانوا من الكرد. وفي المقابل الذين حافظوا على الإسلام 6 قرون كانوا من الترك. وفي البداية الذين نشروا الإسلام للدنيا كانوا من العرب. إذن عندما نتعامل مع القوميات نتعامل ضمن الخصوصية، لا لتدوس قومية أخرى. من هنا أستطيع أن أقول إننا عندما نرفض حزب البي دي أو الي بي جي أو البي كي كي الإرهابي، فنحن لا نرفض إخوتنا الأكراد أبدا. نحن نقول لإخوتنا الأكراد ما نقول لشعبنا السوري كافة:
عندما نخاطب طاغية الشام. طاغية الشام ابن الاستعمار، ابن أعداء هذه الأمة. فلا نخلط بين طاغية الشام والشعب السوري، كذلك لا نخلط بين منظمات إرهابية جاءت لتقطع أوصال قطرنا السوري وتمزق وحدة أمتنا الإسلامية، وجاءت لتهدد تركيا، ونحن نريد لتركيا ولغيرها من الدول أن تذوب بينها الحدود، بينما جاءوا ليمزقوها ليحولوها إلى دولة صغرى كي لا يبقى لأمة الإسلام أمل في أن تنهض مرة أخرى. عندما نؤيد غصن الزيتون، نحن لسنا ضد إخوتنا الأكراد، ولقد عرف عني خاصة أنني أعشق الأكراد، لكن لا أعشق ماسونيا أو إرهابيا، ولا أعشق ملحدا يأتي بالأحوال الشخصية ليضرب فيها كل ما جاء في الإسلام ويمزق كل ثوابت الإسلام ويستهزئ بالقرآن وبآيات القرآن. هذا لا نعظمه، هذا لا نقدسه. نحن نقدس الشعب الكردي المسلم السني الذي يتعبد الله عز وجل على مذهب الإمام الشافعي، ونقرأ لعلمائه ومنهم الشيخ أمين الكردي في كتابه تنوير القلوب، قرأناه في دمشق ونقرأه هنا، كتاب في الفقه والعقيدة. إذن أيها السادة، ينبغي أن يعلم إخوتنا أن منظمة البيدي وأن الذين يغتصبون قرار إخوتنا الأكراد هم أعداؤنا. ليس الأكراد أعداءنا أبدا، وليست عفرين هي المستهدفة أبدا. هل تدرون بأن الأمريكان أقاموا أكثر من 20 قاعدة عسكرية شرق سوريا؟ هل تدرون بأن الأمريكان يريدون إقامة أكبر قاعدة في الشرق الأوسط بدل أو أكبر من قاعدة إنجرليك التي أقيمت في تركيا؟ هل تدرون بأن الأمريكان يريدون أن يمزقوا وحدة سوريا وتركيا؟ هل علمتم بأن هؤلاء الذين ينتسبون للأكراد، الذين يغتصبون القرار الكردي، الذين يعتدون على أهلنا الأكراد من البيكيكي والبيدي واليبيجي وغيرها من المنظمات الإرهابية، هل تعلمون بأنهم منذ بداية الثورة مد إليهم الثوار أيديهم للمصافحة، فكانوا دائما ينزوون بأنفسهم ثم أعلنوا ما يعرف بالدولة الكردية؟ هل يدري إخوتنا الأكراد أن ضياعهم بإعلان هذه الدولة؟ دعونا من العواطف، لقد لعب الإرهابيون من البيدين على العاطفة القومية للأكراد، كما لعبت داعش على العاطفة الإسلامية من خلال عنوان الخلافة، والدواعش والبيدي وجهان لعملة واحدة. هل تصدقون بأن البيدي قاموا بعملية عسكرية ضد الرقة؟ لقد تم تسليم الرقة لهم، وكانت طائرات الأعداء تقصف أهلنا المدنيين. أيها السادة، هناك من يريد أن يلعب بهذه الأمة. مصلحة إخوتنا الأكراد في أهل السنة والجماعة، في الأمة التي هي امتداد لهم، في الأمة التي قادوها يوما تحت راية صلاح الدين وأسد الدين شيركو ووالد صلاح الدين،
مصلحتهم، استقرارهم، أمنهم من خلال هذه الحاضنة القوية، من خلال شعوب وقبائل لتعارفوا. هل تصدقون بأن ترامب يريد ويغار على مصلحة الأكراد؟ هل تصدقون هذا الذي أعلن بأن القدس عاصمة أبدية لما يسمى بإسرائيل ولا أبدية إلا لله؟ هل تصدقون أنه يغار على الأكراد؟ أيها السادة، هناك من يريد أن يقيم جيشا على الحدود التركية من الجهة السورية على طول 850 كيلومتر، وهي الحدود السورية التركية. هناك من يريد أن يشعل المنطقة إلى غير رجعة، هناك من يريد أن يشعل الفتن والحروب لمئة سنة قادمة، ومن الذي سيحترق؟ نحن جميعا وأولنا الأكراد. إن تهيأ لهذه الخطة الإرهابية أن تتم لا سمح الله. أنا أعلم أن الأتراك لا يحبون الحروب، وأنا أعلم أن الطيب أردوغان يحاول دائما في كل سياساته أن يكون سياسيا أكثر منه عسكريا، وقد جاء من بيئة وحاضنة سياسية عن طريق الانتخابات ولم يكن يوما جنرالا، فلا يحب الحروب، لكن آخر الدواء الكي. وعندما نتكلم عن الأتراك لا نتكلم لأننا نعيش في تركيا، بل نتكلم لأن مشروعنا دائما مشروع نهضة الأمة على خلفية العقيدة الإسلامية، ليس مشروعا تركيا وحدهم، ليس مشروع الأتراك وحدهم، ولا مشروع العرب وحدهم، ولا مشروع البربر وحدهم، إنما هو مشروع الأمة. وأعداؤنا عندما يتعاملون معنا ليمزقونا إربا إربا، إنما يتعاملون معنا على هذا الأساس. أتمنى من إخوتنا الأكراد الذين نحبهم ونخشى عليهم ونتمنى لهم الخير، ونحن امتداد لهم في قوتهم ووجودهم وسلامهم وأمنهم واستقرارهم وعقيدتهم وهويتهم، أتمنى منهم أن ينزعوا الغطاء عن تلك المنظمات الإرهابية. بالأمس دخل جيشنا الحر إلى إحدى مقار البيدة التي تم تحريرها، فوجدوا صورة طاغية الشام إلى جانب صورة أوجلان. وفي اليوم الأول أخبرني أول أمس رجل يعيش في الداخل أنهم دخلوا في جبل برصايا الذي يتم من خلاله قصف أهلنا الأتراك والعرب والأكراد في كلس، أنهم عندما دخلوا وجدوا العلم، علم النظام وعلم البيدي والعلم الروسي وعلم حزب الله. والآن في البيان الأخير الذي أصدره لا أقول الأكراد وإنما المنظمات الإرهابية التي تجسم على صدور أهلنا الأكراد، أصدروا بيانا بأنهم كانوا يقاتلون داعش. والله كانوا جزءا من داعش، والله وجه آخر لداعش، البيد هي الوجه الآخر لداعش. هذا يريد أن يستأصل وهذا يريد أن يستأصل، لكن هذا بإيديولوجية وهذا بإيديولوجية والمعلم واحد. أصدروا بيانا خاطبوا فيه نظام طاغية الشام في دمشق بأننا منذ 2012 ونحن نحارب التكفيريين، والآن تعالوا فاستلموا عفرين. لاحظ، كانوا يقولون هم من الثوار ومن شرائح الثوار، الآن ماذا يقولون؟ ينادون
النظام أن يتقدم ليتم تسليم عفرين له، ليقوم هؤلاء بتتمة مؤامراتهم تحت غطاء النظام. إذن تركيا عندها حق، لأنها تريد أن تحفظ وحدة هذه الأراضي، أراضيها، قوتها، نهضتها التي هي نهضة للأمة جميعا. أخيرا أحب أن أقول، نحن لسنا عنصريين، لكن لابد من التاريخ لنا أن نقرأه. قبل 100 سنة في هذه الأراضي، في المناطق السورية، في عفرين وغيرها، لم يكن أحد من الأكراد. قامت ثورة في العام 1925 على يد شيخ كردي، سار ضد مظالم كانت في زمانه، فسحقت ثورته، وكان كرديا اسمه الشيخ سعيد تيران. هرب الأكراد بعد ذلك باتجاه الأراضي السورية. خلال 100 سنة تمت معاملتهم في سوريا وفي العراق وفي حتى كردستان، هذه لم يكن اسمها كردستان ولم يكن فيها أكراد، وفي إيران تمت معاملتهم معاملة ظالمة ونحن لا ننكر. في تركيا في عهد أردوغان أخذ الأكراد حقوقهم على أساس المواطنة، لكن الذي أريد أن أنبه إليه إلى أنهم جاءوا إلى هذه الأرض، فعليهم أن يحافظوا على وحدة هذه الأرض. جاءوا إلينا فهم منا ونحن منهم، أما أن يحاولوا أن يمزقوا سوريا وأن يجعلوا من هذه الدولة الكردية المزعومة التي لن تقوم أبدا أن يجعلوها منطلقا لتمزيق دولة تركيا، فهذا مرفوض. حينئذ إذا أرادوا أن يتكلموا بخطاب، أنا أتكلم عن البيدي وليس عن الأكراد، عن المتعصبين، إذا أرادوا أن يتحدثوا بخطاب عنصري، فنحن نقول لهم قبل 100 سنة لم يكن لكم وجود في هذه الأرض أيها السادة. قوتكم، أمنكم، استقراركم أيها الأكراد، أن تعيشوا ضمن النسيج العظيم الكبير، نسيج الشعب السوري المتنوع. هذا النسيج هو الذي يحميكم بإذن الله عز وجل، وأن يعيش أكراد تركيا ضمن نسيج شعب تركيا. هذا هو الأمن والأمان، هذا هو الأمن والأمان، هذا هو الأمن والأمان. أخيرا وأختم خطبتي بهذا، وإن أطلت فسامحوني، فالموضوع لا يحتمل التجزيء، أقول لإخوتنا وشبابنا وأبنائنا في الجيش الحر، الأكراد وأهل عفرين أمانة في أعناقكم، من لم يحمل السلاح فلا يجوز لأحد أن يؤذيه. نقول لكم ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجيش أسامة: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، وإنكم ستمرون على أقوام قد نذروا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما نذروا أنفسهم لها، وإنكم ستمرون على أقوام قد ربطوا رؤوسهم بالعمائم فاخفقوهم بالسيف خفقا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسل، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. أحب أن أقول شيئا لم تسمعوه في الإعلام، قال لنا بعض إخواننا من بعض الفصائل المعتدلة الوسطية الإسلامية: إن الروس قالوا لهم قديما ليس الآن: إذا وضعتم أيديكم بيد الأكراد لن يصيبكم الأمريكان،
في طائراتهم. وإن الأمريكان قالوا لهم إذا وضعتم يدكم بيد الأكراد لن يصيبكم الروس. إذن قضية ومسرحية. القضية مسرحية. والآن تتابع منظمة البيدي هذه المسرحية عندما تأتي إلى مجازر قامت في حلب من خلال الطيران الروسي، مذابح قام بها الروس فيصورونها ويقول هذا ما يفعله الطيران التركي وهذا ما يفعله الجيش الحر. هناك أكاذيب وألاعيب، هناك موساد يقود المعارك، هناك جنرالات غربيون يقودون هذه المعارك. ولكن إذا كانت هذه الأمة كتب عليها أن تتكالب عليها الأمم فإني أبشركم إنها أمة باقية. في مثل هذا اليوم من العام 1260 دخل التتار إلى حلب، دمروها عن بكرة أبيها، ظن الناس أن الإسلام قد قضي عليه في حلب وأن هذه المدينة لن يقوم لها قائمة. بعد سنوات قامت معركة عين جالوت بفضل الله عز وجل، وهزم التتار وبدأوا يندحرون من مدينة إسر مدينة إلى دمشق إلى حلب إلى بغداد وهكذا. آخر معركة كانت مع التتار في حلب، حتى قال قطز لقد أخرجت اليوم الرعب من قلوب المسلمين من بعبع التتار. الآن المسلمون في العالم الإسلامي سينقلبون على التتار، وهذا ما حدث. هذه الأمة باقية أيها السادة، باقية، باق فيها الخير إلى قيام الساعة. هذه الأمة ولادة، هذه الأمة فيها رجال، هذه الأمة لا ينضب منها من معينها الرجال، وسيخرج رجال إثر رجال إثر رجال. والخير لهذه الأمة والوحدة لهذه الأمة، وسترتفع راية هذه الأمة. أنا لا أتحدث عن كرد أو عرب أو ترك، أنا أتحدث عن هذه الأمة من ترك وعرب وكرد. أسأل الله عز وجل أن نرى هذا، أو أن نضع البداية وبناء الجسور ليرى أبناؤنا أو أحفادنا هذا. لكن كل آت قريب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم احفظ تركيا قيادة حكومة وشعبا. اللهم احفظ تركيا أرضا وإنجازات ونهضة. اللهم احفظ إخوتنا الأتراك، اللهم احفظ إخوتنا الأكراد، اللهم احفظ إخوتنا العرب، اللهم احفظ أهلنا في عفرين من شر البيديه، اللهم احفظ أهلنا في منبج من شر البيديه. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحقن دماء المسلمين، أن تحقن دماء المسلمين، أن توقف الحروب بين المسلمين، أن نتوجه قريبا يا رب العالمين على يد صلاح دين جديد، على يد قائد إسلامي جديد، على يد أرطغرل جديد، على يد عثمان جديد، على يد سليمان قانوني جديد، لنستعيد قدسنا وأرضنا وثوابتنا وفلسطيننا، لنستعيد تلك الأرض التي هي رمز قوتنا، فإن ضاعت فقوتنا ضائعة.
وإن عادت أعني فلسطين فقوتنا صاعدة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.